يعني انت بالظبط زي ما انت بتقولي، في بعض الغيابات موجوده عند النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي بيستكمل بعض الغيابات اللي كانت موجوده في المباريات اللي قبل كده. يعني يمكن المباراتين بتوع النجم قبل ما يتم لقاء الوداد كان عندنا غيابات كتير جدا، استرجعنا طبعا عناصر مهمه جدا في الفتره اللي فاتت، لكن في بعض الغيابات البسيطه لكن عندنا البدايل. بالنسبه لوليد ازارو انا مقتنع بيك صناع طبعا، وعارف ان لعيب جيد، وفي نفس الوقت خليني اقول لك بشكل سريع وبسيط كده، وليد ازارو يمكن الاستاتيك او التحليل اللي عندنا يمكن اكتر مهاجم في الفتره الاخيره اتخلقت له فرص، والفرص دي زي ما انا بقول ما بتجيش بالصدفه، اللاعب بيبقى سبب في الفرص اللي بتتخلق له يعني. فالاحصائيات اللي عندنا ان وليد ازارو في الفتره اللي لعب فيها اتخلقت له فرص كتير جدا، وده اكبر دليل ان هو مهاجم جيد يعني. بالنسبه لنقاط الضعف والايجابيات اللي موجوده عند الفريقين، اعتقد معلومه ليكم ومعلومه للمدربين ومعلومه لكل حد، ده بكره هنشتغل عليه، هنشتغل على نقط الضعف اللي موجوده عند الوداد. الوداد عنده نقط ضعف وعنده نقط ايجابيه، اكيد انا كمدرب واللاعبين بيفكر فيها، واعتقد نفس التفكير برضه من ناحيه الوداد، وكل مدرب يعني بيحاول ان شاء الله يستخدم النقط الايجابيه اللي عنده ويحاول ما يغلطش بالنقط السلبيه اللي موجوده عنده.